مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجينة العربية الأصيلة بمشاركة أول أشواط الهجان السودانيين وجالية السودانيين بدولة قطر، يشارك من أجل التحدي ومن أجل الفوز ومن أجل الرمز المقدم من صالح بن محمد بن صالح المصلط العتيبي المقدمة والصدارة الشاهينية، وحسن العباس حسن بن عباس اللحوي من يقدم الشاهينية، وتاني الأسماء وصلت الشاهينية، وعبد الله بن محمد بن علة الجراري من يقدم أداء جميل، ولكن دخول مباشرة من فريدة، وحميد بن محمود الرشيدي من يقدم فريدة، ولكن أحد الغادمين ورافعين راية نحن واصلين، وصلت الجزيرة مرشود بن أحمد الرشيدي مع الجزيرة، يلا يا مرشود الرمز وين يا مرشود؟ بعد نهاية الشوط استلام الرمز بمكتب المعجز النادرة، ولكن المقدمة والصدور الشاهينية وحسب من عباس اللحوي، ولكن خود وصلت الجزيرة، الجزيرة مرشود بن أحمد الرشيدي، الأمتار المجنونة والحاسمة، من هو حسمها؟ أوه المعركة، الجزيرة 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 مرشود مرشود الرشيدي مع الجزيرة، الجزيرة أوه الأمتار المجنونة، الجزيرة مرشود بن أحمد الرشيدي، أهالي كسنة أهالي أبو طلحة أهالي الملوية سلام يا الرشيدي، سلام يا الجزيرة، الجزيرة مرشود بن أحمد الرشيدي، الرشيدي أهالي كسنة الرمز يا الرشيدي، الرمز مع الجزيرة، الجزيرة مع الرمز، الرمز مع الجزيرة، سلام مرشود، سلام الجزيرة، سلام اسم على مسمى، سلام يا الجزيرة، تهانينا، واليوم تشارك بمكتب المعجز النادر ثاني الأسماء، وصلت الشاهينية عبد الله بن محمد بن علي المعلم الجراري ثالث الأسماء، وصلت وصلت غرام اسماء بن احمد بن طه البطحاني، شكرا لمصورنا توقيت الزمني ساعات وصول الجزيره لخط النهايه قطعت مسافه 1500 دقيقتين 11:95 جزء، شكرا يا الرشيدي على هذا الاداء الجميل والتحدي ممتاز، سلام الرمز المقدم.